مساء الخير، أنا ملوك محرز من طرابلس الفيحاء. في الثامنة كنت عندما قتل الوحش أمي في طرابلس. قيل لي إنها الحرب التي تأكل الأخضر واليابس. لم أكن أفهم معنى الحرب ووحوشها، ظننت لوهلة أن الموت هو قدر الفقراء والمساكين. وقع انفجار في داخلي أكبر من دوي الرصاصة التي اخترقت جسد أمي. مع السنين لم يعد هناك لا أخضر ولا يابس، لا في مدينتنا طرابلس ولا في المناطق الأخرى. صار الحديث عن القتل والقمع كشرب الماء. جارنا في الحي فقد اثنين، وآخر في باب التباني خسر العائلة كلها. الوحش قتل الشيوخ والنساء والصغار كما ابتلع الهواء من سمائنا. في 14 شباط 2005 قتل الوحش كبيراً. شعرت بالذهول، وهل يقتل الوحش الكبار أيضاً؟ نعم، ها هو يفجر كبيراً ثانياً وثالثاً ورابعاً إلى أن طالت لائحة الموت. الوحش يأكل الصغار والكبار، فوقع في داخل كل منا انفجار سميناه 14 أدار. لم أكن أعلم أن الوحش الذي فجر جسد أمي هو نفسه الذي فجر جسد رفيق وباسل وبيير وجبران وسمير ووسام ووليد وجورج وأنطوان وغيرهم. كنت تعودت على شعار شعب واحد في دولتين قبل أن أكتشف أن الشعار الحقيقي هو وحش واحد في دولتين. فوجدت نفسي أنتمي منذ زمن إلى عائلة جديدة تدعى 14 أدار، عائلة الضحايا من أجل مواجهة الوحش في بيروت كما في حمص، وفي طرابلس كما في باب عمرو والرستن وريف دمشق. نعم، صرت واحدة من 14 أدار للحفاظ على من تبقى منا، لنزرع الحياة بدلاً من الموت، والحرية بدلاً من الاستبداد، والكرامة بدلاً من الذل، كي نحمي ثورة حيرت وأربكت البعض إلى حد محاولة إلغائها من التاريخ قبل أن تثمر في الجغرافيا ثورات للتحرر من الظلم والاستبداد. ثورة لم تنأ بنفسها عن الشقيق والصديق، فصارت بذوراً لأزهار الربيع العربي من تونس الخضراء إلى الشام الجريحة. ثورة لن تهدأ قبل سقوط الوحش. عشتم، عاشت قوى 14 أدار، عاش لبنان.